في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحال بالضبط، يعني مبهر بصراحة. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائلا ومن قلة النحل، أنا قليلين، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عبقري، الغثاء هو كل ما هو ملوش وزن وبيطفو فوق السيل، الفقاقيع اللي بتفرقع الزبد. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ما يجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، استحالة. لأن الإيمان اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيبقى حابب ويتمنى أنه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله. أنا بس عايز أقول نقطة قبل ما أكمل في الحتة دي، لأن أنا عارف السوشيال ميديا أغلبها في الزمن ده بتعمل إيه دلوقتي، بتاخد أي حتة تقصصها وتعمل منها أفلام بعيدة عن الموضوع الحقيقي. أنا أحب أوضح بس كلمة، أنا لا بدعي أبدا أني رجل دين ولا بدعي أني مثالي بالمرة، بالعكس أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير، إنسان بأخطئ وبأصيب وبأخطئ وبستغفر، وأكيد لي أخطاء في حياتي ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي وربنا يهديني ويهديكم جميعا ويهدي الناس كلها. نرجع لموضوعنا، لما عدت أبص وأقرأ شوية في الموضوع اكتشفت أن في آيات واضحة وصريحة قايلة الخلاصة، قايلة أن النصر ليه شروط. خلوني أقرأ عليكم كم آية. الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، دي آية. 2 إن تنصروا الله ينصركم. 3 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غير ده كله، النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن، دي حاجة أنا أول مرة كنت أكتشفها. بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 2 إذا جاء نصر الله والفتح. 3 والله يؤيد بنصره من يشاء، صدق الله العظيم. ايه واضحه كده، ما فيهاش كلام. وربنا كمان من رحمته، وانا ملاحظ من قبل ما تشتد احداث فلسطين مؤخرا، في نذر ربنا نزلها كتير، الاعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، اوبئه. احنا عايشين في وقت نذر، الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الاحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمه واضحه جدا. والكلام ده مش كلامي انا، بفتي الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الانسان يحدد فيه موقفه، كانها فرصه لان الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم اقصد بيه طريق الله من غير اي اجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع، مش هيبقى فيه احزاب ابدا، استحاله. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صدق الله العظيم. ما فيش وضوح أكتر من كده، كلام واضح واضح وصريح. لو أنت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيلة، وعندك شقة في بيت العيلة دي، ودخل عليك مجموعة بلطجية ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شوية من عيالك، خدوا شوية من فلوس، عملوا كله، استباحوا البيت، قال هنا هتوقف تتكلم وتشجب وتندد؟ قال ده وقت كلام زي ده. لما يجتمع العيلة اللي في البيت، العيلة دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، قال ده كافي؟ هم بيبلطجوا، البلطجي معروف لازم يسحق، لازم يباد. أول رئيس وزراء مسك عندهم في إسرائيل كان من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة، وعادي الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما تمسكش إنه إرهاب. قال إن قوتنا، معنى الكلام يعني إن قوتنا الرئيسية ليست سلاحنا النووي، ولكن هي في قدرتنا
على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب ويخشوا على الباقي بعد كده، العراق سوريا ومصر. وأغلب المخطط حصل بالفعل، ولما حصل في العراق نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام، ما حصلش وحدة والناس خدت موقف خالص، اتكلت. في قصة أنا فاكرها كويس جدا كانت مأثرة في نفسيتي من وأنا طفل صغير، كان اسمها أكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة دي بتحكي الواقع بالملي، مرعبة. هو الواقع بتاعنا، أسد وثلاث تيران، واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر بني، يعني حب ياكلهم ومش عارف، يعني اتحادهم فيه قوة. راح للبني والأسود قال لهم الأبيض ملفت، بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوه لي أكله ويبقى لكم المرعى مفتوح، رزقكم يزيد وأنا أكل مستفيد. عملوا صفقة معه وسابوه له، كانوا فعلا. وراح للبني قالوا احنا لوننا زي بعض، الاسود مختلف، سيبهولي وكذا وكذا. عمل نفس الموقف لحد ما جه يوم الاخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فهم، قال اكلته يوم اكل الثور الابيض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هم الاحبار عندهم اللي مذاكرين التوراه كويس قوي عارفين جدا ان الحركه اللي بيعملوها الصهاينه دلوقتي دي بدايه الزوال. ده وعد، وعد الله حق وعمره ما يخلف ميعاده أبدا. يعني لازم ناخد بالأسباب. دلوقتي وقت حساس، يتاخد طريق الله يتاخد طريق الشيطان. ليه بقول الشيطان؟ لأن الصهاينة هم جيش الشيطان اللي مش فاهم يدور ويبحث. دي الحقيقة. اللهم بلغت، اللهم فشلت.